كشفت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 127 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 11465 حالة في المغرب. وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها قد بلغ 602362 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد. وتبعا للمصدر ذاته، فلم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس خلال الفترة الزمنية بين 6 من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليثبت إجمالي الوفيات عند 217 حالة. وتم التأكد أيضا من تسجيل 60 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها وفق البيانات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 8560 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.